اجتمعت الدولة اللبنانية على شكل لقاء وزير تشاور اليوم وقررت تصنيف اللاجئين السوريين بين شرعيين وغير شرعيين وترحل موقوفين سوريين لمعالجة اكتظاظ السجون. ما استنكر اللقاء الممارسات والاعتداءات اللي صارت ضد السوريين خلال أسبوع من التحريض الرسمي والحزب عليهم بعد جريمة باسكال سليمان. 20,000 بدك مسلح موجودين ايه؟ داخل المخيمات اللي موجودين بلبنان؟ نعم، هودي موجودين مطلوبين، بينطلبوا بساعة الصفر. كمان حرض وزير الداخلية على السوريين بس بنفس الوقت قال إنه هيك جريمة ممكن تصير بأي بلد وما قدر إلا ما يكذب هلوسة زميله الوزير شرف الدين. فما بعرف إذا هو عدهم، إذا هو عدهم بقلب المخيمات أو هو فاكر شو وعدهم وقالوا له. القوات اللبنانية اللي كانت معتبرة جريمة سليمان اغتيال سياسي واستنكرت الاعتداءات على السوريين فاتت بجو التحريض عليهم بإطار وحدة وطنية وعيش مشترك لبناني. نسبة الوجود السوري غير المنضبط بلبنان أكلت ديموغرافيا الشعب اللبناني. رح يموت باسكال ويموت جورج ويموت حسين ويموت علي، وكل يوم رح نشوف جريمة أكثر. نتيجة التحريض الرسمي والحزبي بهيدا الأسبوع تعرض سوريين لمحاولات قتل. ما رح نخلي سوري بالبلد كرماله، خده ميت يلا. تعرض سوريين لاعتداءات بالشوارع، تهجر سوريين من بيوتهم انه يفلوا من عنا بكرامتهم، والا بده نحن ننزل بايدنا وبدنا نعمل. تهددت محلاتهم وتسكرت بغض النظر ان كانت شرعيه او لا. فقد انزل من انزل. واجهت البلديات ببعض المناطق الحملات الحزبيه ضد السوريين، بس الحمله كفت لانه المسؤولين كفوا تحريضهم. الحل هو بالضغط وبالشغل الفعلي لإعادة السوريين لبلدهم. السوريين عمال مواطنين أو لاجئين عم يكونوا من جديد كبش فدا تقصير الدولة اللبنانية وفشلها السياسي والأمني والاقتصادي. يلي بالبتور بتور طلع بالرفيق يلا.